مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديال خليد، حسوا به وتألموا معاه بشكل كبير ملي كيقلب على ولدو عبد الله. مشاهدينا الكرام، الفيديو الثاني وضعناه للرأي العام أنه خليد لقى ولدو. فيما يخص حيثيات القضية، الأسباب والمسببات ديال الاختفاء، حقائق أخرى تنشر لأول مرة، غادي نشوفوها مع خليد. اللي فاجئني به خليد هو كيشوف تعليقات الرأي العام، وكان سؤال في عمق الموضوع هو هل امتحانات كانت هي السبب من الاختفاء ديالو، من عامل الخوف من الامتحان؟ خليد يقول لا، وله أدلة كافية أنه في الدورة الأولى والدورة الثانية جاب معدل مزيان اللي كيخول ليه أنه ينجح. نقاط أخرى غنشوفها معاه. خليد، على سلامتك مرة أخرى بولدك. إذا كان ممكن من بعد ما شفتي ولدك، الرأي العام طمأنوا عليه، كلشي الحمد لله دعوا معاك، داز النهار الأول جلستي أنت وياه، عاود لك الحقيقة، شكون هما هاد الأصدقاء، فين كان، شنو اللي وقع، عاود لي بالتدقيق باش الرأي العام يستوعب معنا الموضوع. السلام عليكم خويا، شكورين بعد على الصحافة ولا الناس المتتبعين، الله يجازيهم بخير. الحمد لله الناس ساندونا. فيما يخص القضية ديال عبد الله رفقاء السوء، يعني كيتعرف عليهم على بعضياتهم على برا، راك عارف السن المراهقه دابا الدراري كيتعرفوا على بعضياتهم حدا البحر. المهم الدراري عندهم لي كونتاكت بيناتهم مع الانستغرام وداك الشيء، المهم تتواصل مع الدراري. احنا راه كنجلسوا هنا، هذاك كنجلسوا هنا. المهم مشى هذاك النهار صيفطوا ليه، مشى جلس معاهم في البحر، ربما عطاوه مخدر او معجون شي حاجه. المهم على ما حكى لي من بعد ما من من اللي رجع، ربما كانوا مع هذيك الليله واش بقاو معاه ولا مشاو بالليل سميتو. يعني الا بقيتي معايا خالد، الا قلنا ربما، يعني عندك عنصر الشك. انت جلستي مع ولدك، خصك تكون صريح مع الراي العام. اعطيني بالتدقيق، شنو قال لك ولدك؟ راه قال لك هو الامور كما يجب. اشنو اللي وقع بينه مع الدراري، وكيفاش توكلوه؟ شنو اللي وقع، كيفاش تجا عندك الاثنين؟ الدراري راك عارف السير المراهقه، حب كيبغوا الدراري يكتشفوا هذا العالم ديال ربما ديال المخدرات سميتو. ربما هو ما عطانيش حقائق، ولكن قال لي يعني بين لي شي حوايج بيني، ربما بغى يجرب والله اعلم. الدراري ما عندوش تجربه في الدومين، عطاوه الدراري دارت به الارض، بقاو معاه ربما شويه صافي. الدراري بان لهم بحال هكاك وقال تخلوا عليه مشاو، هو ما عندوش علاقه، كيعرف ديورهم ولا كيتعرفوا على بعضياتهم في التليفون، كيجلسوا تما في هذيك البلاصه كيقولوا لا سيستا. ربما صافي الدراري تخلوا عليه، بقى تيه تمايا ولا بقى ناعس ولا بقى دايخ. المهم دازت 48 ساعة عاد بدا كيستوعب، بغى يعرف راسو شكون، قالك غسل وجهو مشى لشي جامع تما، ربما صلى بقى قايل في تما دايخ. جا واحد شي جولاد شافوه بحال ديك الحالة، عطاوه مرت قال لي عطاوه شي حاجة ويحاول يستفرغ الكرش ديالو، صحى شوية جابوه الدراري ربما جاو معاه حتى لحدا الكوميسارية، جابوه تمايا. رجال الأمن مشكورين من هذا المنبر الله يجازيهم، عيطوا عليا واش كيوش مدير شي نداء لابن الابن ديالك مختفي. قلت لهم اياه، مشيت عندهم مشكورين، عطاوه ليا، ديتو للسبيطار، درت ليه شهاده طبيه، عطاوني باش ناخذ ليه الدواء. المهم دابا الابن ديالي في البيت كيراجع، كيشرب الدواء ديالو، كيحاول يرتاح، النفسي ديالو شويه مأثر على حساب الامتحان. الناس اللي عندهم شك في القضيه ديال كيقولوا ربما بعض الاشخاص، ماشي كلشي الحمد لله كلشي مضامن معنا. الناس اللي عندهم بعض الاشخاص كيقولوا ربما الامتحان خلا هرب. يعني امتحان في الدوره الاولى جايب 11 77، 11 73، يعني الدري يعني كيخول ليه يدوز الجهه وينجح. يعني ما كانش عنده كاع مشكل هو ديال الامتحان، كان مستعد بخير، يعني كان واجد باش يدوز الامتحان ديالو. يعني رفقاء السوء هما اللي خرجوا عليه. انا غنطلق معاك من هاد رفقاء السوء، البحث ديالك انت على هادو، وكذلك اللي عاود لك ولدك، ما تعرضش لشي امور اخرى في هذيك اليومين اللي كان كيبات تما ملي وقعت الواقعه، علاش خلوه مشاو؟ اعطيني الامور بالتدقيق. على هادو شحال العدد ديالهم هما؟ هما تقريبا قال لي خمسة الأشخاص. بغيت نذكر معاك اللي قلنا في الأول، واحد الشخص اللي كان عندك فيه الشك، هو كان معاهم هذا ولا لا؟ لا، هذا قال لك استبعدوا، قال لك الدري ما مشاش معنا بصفة نهائية. علاش؟ قال لك الدري ما بصقاتش، مشيت عندو مشى لكازا، هادو صحابي خرين ديال البحر، قال لك الدري لا علاقة، قال لكم ما نظلموش، قال لي ولو كون كان معنا غادي نقول لك كان معنا، فهمتيني؟ هذا هو اللي كاين. هنا دوك الخمسة الأشخاص، المعلومات اللي قدرتي أنت تبحث، شكون هما هاد الخمسة؟ وكيفاش تتخلاو عليه وخلاوه تما ما مشوف حالتهم وبقى تما تيبات في الخلا يومين، وهو فاقد الأهلية على حسب ذاك المخدر اللي كلا؟ يعني المعلومات بالتدقيق.
اش نقول لك دابا هما ربما تخلوا عليه كما طرى التهامي بناني، ربما اش غيكون خافوا يموت ليهم، ولا ربي ما دير، ما عندوش تجربه في هذا المجال ديال المخدرات. ملي شافوا ربما في هذيك الحاله صغنوا عليه وخلوا. هما تقريبا كاينين السن ديالهم ما بين 17 وقيله 16 17 18، هذا هو السن ديالهم. هنا كيتطرح سؤال، شنو درتي انت في الاطار القانوني ونطقتي لي ملف التهامي بناني؟ الله يستر الا وقعت شي امور اخرى ولادك الدري تلقى في وضع اخر، انا ما غاديش نفيل عليه بطبيعه الحال، ولكن يجب ان نضع النقط في المكان ديالها. كان غادي يقدر امور اخرى تولي في جنايات، في قتل، في اشياء اخرى. يعني هذا السلوك الاجرامي اللي داروا هاد الخمسه، كيفاش شفتي انت الملف وشنو درتي في الاطار القانوني في التتبع ديالك مع الاجهزه اللي تابع لها هذا الملف، سواء وجه الدرك ولا الشرطه؟ انا صراحه شريف الفتح جوج تابع للدرك، مشكورا من هذا المنبر الله يجازيهم، كيتواصلوا معايا وكيتواصلوا معايا وقالوا لي اسمع كيدير الحاله ديال الابن ديالك. قلت لهم حالته دي النفسيه ديالو شويه مدهوره مع الامتحانات باش نحيد هذيك مذكره بحث عليه. قال لي شوف خليه يرتاح وجي بي عندنا. انا متبع الملف ديالي مع الابن ديالي، ولكن حاليا النفسيه ديالو شويه مأطره وبقى شويه عيان، كيتبع الدواء ديالو يعني ما غايجيولي شويه ضروري غادي نمشي عند الجندارم وغنتبع الاجراءات ديالي. في نفس الموضوع بقى عندي سؤال اخير، هو في الاوصاف ديالهم ملي دويتي معاه انت واش كيجاوبك جواب صريح عليهم ولا شيء ما يتهرب من الجواب نظرا للصداقه اللي عنده معهم، ولا صاحبهم، ولا هو خايف يعطيك شكون هما هادو اللي داروا لهادشي؟ قال لك انا ما عنديش مشكل. قال لي انا صار جاوبني بصراحه، قال لي شوف بابا، قال لي انا كنعرفهم تما في البحر، قال لي نعرفهم بالاسماء ديالهم وفي وجوههم، قال لي اما باش نقول لك زعما كنعرفهم كيسكنوا او الاحياء، المهم نواحي لاسيستا في هذوك البلايص كيسكنوا فيهم تمايا. الموضوع الثاني اللي عندي معاك هو درتي الجهد ديالك وجينا معاك النداء باش ما يضيعش من دراسة، قلتي لي الدور الاولى والدور الثاني الحمد لله جاب معدل مزيان مؤهل ليه بانه يدوز في الجهاوي، والان الدري غادي يقدر يضيع الى ما غادي يقدر يعود العام، كيفاش كتشوف الامور؟ اش غنقول لك، دابا النفسيه ديالهم اثر بسبب الامتحان. علاش جابوا حتى الظرفيه اللي كان كيستعد فيها الامتحان وداروا لي هذا المشكل؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يعني النداء ديالي للمندوب الله يجازيك اللي كان شي تخريج لهذا الدري، حيت مش بالاراده ديالو، حيت هو ماشي جايب امتحان جايب نقاط اللي كنقول زعما غادي يسقط، يعني جايب 11 77 11 68، يعني يدوز جهه وديالو ينجح، ولكن لقيت الابواب مسدوده، يعني حتى واحد ما تجاوب معايا الله يجازيهم في هذا المشكل ديال الابن ديالي. الله يجازيكم اللي كان شي حل ولا شي تخريجه لهذا الدري باش ما يضيعش في العام ديالو. النفسيه ديالو مأطره بسبب هذا المشكل ديال الامتحان اللي ضاع ليه، يعني عام ضاع ليه دابا. خالد على سلامتك في ولدك، هذا هو المهم، ويا ربي توفق حتى في الدراسه ديالو. يا ربي مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا الحقيقه الكامله، الموضوع هو الابن شيئا ما يجيب الاب ديالو بتحفظ، ولكن البعد ديال الملف ممكن يكون فيه امور اصعب بكثير. الاب لا زال في اطار استنطاق ديالو مع الابن ديالو بواحد الطريقه سلسه، بواحد الطريقه مبسطه من اجل الوصول لهاد خمسة الأشخاص، وكذلك لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع الدور ديال الأجهزة الأمنية لتتبع هذا الملف. ملف كما صرح حسب التصريح ديال الإبن الأب ديالو أنه في لقاء فيه نوع شيئا ما من مخدر اللي يقدر يستهلك هو، وخلاو تخلاو عليه يومين. لا قدر الله لو تفاقم الوضع في أمور أخرى كما ذكر غادي نوليو في المآل ديال ما يتم التداول فيه في ملف ديال التهامي بناني. الحمد لله انه الابن ديالو بين الاحضان، ولكن الاطار القانوني شق مهم في هذا الموضوع، وكذلك النداء للاباء تتبع الوليدات ديالهم في ظرفيه المراهقه اللي هي اصعب مرحله، هذا جانب. الجانب الثاني هو كنوجه معاه النداء للسيد المندوب إلى لقى شي أمل في الإطار القانوني باستشارة الرؤساء والمسؤولين والأكاديمية كذلك من أجل أن الوليد يدوز الجهاوي وما يضيعش. هو المعدل الأول في الدورة الأولى والدورة الثانية كيأهل ليه أنه ينجح، وليس هنا كتطرح عندنا علامات استفهام، يعني مسألة أنه تهرب من الامتحان مستبعدة، لأنه في الدورة الأولى والدورة الثانية جاب معدل مزيان. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع الملف والحيتيات ديالو حول اختفاء ديال عبد الله اللي هو الابن ديال خالد، وسوف نوافيكم دائما بالجديد الى تبينت امور اخرى في هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.